أكثر تفاصيل كيف هو سير مهمة إنشاء ميناء إيصال المساعدات بقطاع غزة، وهل تم تحديد لوجستيات عمله، وأيضا فيما يخص تواجد القوات الأمريكية ومهامها هناك؟ كما ذكرت وركزت أنت أننا بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية فإننا نحاول أن ننشئ ميناء من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإننا نحاول أن ندخل 2 مليون من المساعدات إلى غزة، وفي نهاية إبريل سنحاول أن ننتهي من ذلك. والذي نفعله الآن هو أننا نتعامل مع مؤسسات غير حكومية أيضا من أجل المساعدة في دخول المساعدات إلى غزة، وأعتقد أننا نعمل عن كثب هذه الأيام. وبالنسبة للقوات الأمريكية لن تستقر في غزة ولن تساعد في أي أعمال في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس. الانتقادات طالت اختيار مكان تواجد هذا الميناء جنرال باتريك، كونه يعني متواجد نحو الوسط وليس بالشمال التي تعتبر يعني أكثر المناطق حاجة إلى المساعدات. ما المعايير التي تم الاختيار يعني هذا المكان تحديدا؟ حسنا، أننا لابد أن نفهم أن هذا يعتبر أحد الأمور التي تخص وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو يعتبر جهد دولي. لذلك فإننا كان علينا أن نتباحث ونصل إلى المكان الآمن، وذلك من أجل وصول المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وأيضا إن ذلك بمشاركة المجتمع الدولي، فإن هناك مجموعة من البرامج التي تدار من أجل ذلك، والكثير من العمليات من أجل توزيع المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة. لذلك فإننا نحاول أن نوصل قدر من المساعدات هو الأكبر إلى غزة، وسنستمر في فعل ذلك، وسنستمر في الوصول إلى أمور أخرى من أجل وصول المساعدات.